خير، مفيش حاجة. تحبي أجيلك؟ لا لا لا، مرسي جدا. كاميليا، احنا بقينا أصدقاء ونفسي نقرب من بعض قوي، وأنا سعيدة جدا بحاجة زي كده. مع السلامة. عملت ايه؟ سحبت لك كل الشيكات بتاعتك من عند زينب. ينصر دينك. اهم حاجه اضمن حقوقي الاول قبل ما اعمل اي حاجه. وماله يا حبيبي، انا كده اطمنت لك. امسكي ده. ايه دي؟ ده دواء تحطه منه على شط ميه واشربه على طول. الدواء ده هو اللي هيخليه يموت موتة قضاء وقدر. ازاي يعني؟ هو عنده مشكله في شرايين القلب كبيره، وإذا خد الدواء ده هيفرفر على طول. بس أهم حاجة كل الأدوية اللي بتديها ساعة الأزمة تبعديها عنه خالص. ثم الطب الشرعي هيعرفون الكشف؟ لا شرعي ولا نصب ولا فهمي، ده دواء مسحوب من السوق بس بيعمل مضاعفات كبيرة في القلب. أول ما ياخده هيتكل على الله. هي الفكرة حلوة فعلا، بس خلي بالك أنت كده بتحط نفسك تحت المراقبة، وده وحش سعادتك؟ اه طبعا، كل تصرفاتك هتبقى مبسوطه. ده على اساس ان تصرفات سعادتك مش مبسوطه برضه هي كمان. بص يا احمد، رجل الاعمال حاجه ورجل السياسه حاجه تانية خالص. يا باشا انت عايز تفهمني يعني ان بيخيل على الناس ان تجاره الادوات المكتبيه دي بتعمل بلياردير؟ اه طبعا، وايه اللي يمنع؟ لا يا باشا، تجارة الأدوات المكتبية دي ممكن تعمل واحد غني، ممكن تعمل واحد مليونير، لكن ملياردير دي واسعة شوية ولا إيه؟ أنت عايز تقول إيه يا أحمد؟ يا باشا أنا كل أنا عايز أقوله سؤال، وعارف إن سعادتك مش هتبخل عليا بالإجابة. وإيه هو بقى السؤال ده؟ الناس سعادتك اللي أنت خايف عليا منهم إن هم يرصدوني دول، ما هم برضه عارفين سعادتك وعارفين كل تحركات سعادتك، لكن ما بيقربوش منك. ليه؟ انت تقصد ايه؟ يا باشا انا اقصد ان المصالح هي اللي بتدور كل حاجة، هي اللي مدورة البلد. المصالح دي هي اللي ممكن تسكت الناس، هي اللي تخلي واحد زي سعادتك رجل اعمال مشهور كبير في البلد، لكن محدش يقدر يتكلم عليه نص كلمة. ليه؟ هم بيقبضوا سعادتك، بيقبضوا أول بأول، ولا أنا غلطان سعادتك؟ برضو عايز تقول إيه؟ عايز أقول يا باشا إن اللي أنا بفكر فيه هيفيدنا جدا، هيخلينا نشتغل براحتنا، براحتنا أوي، وأنا متأكد إن سعادتك مش هترفض لي طلب زي ده، وخصوصا إن إحنا هنكون نسايب بإذن الله وقريب. مش عايزاك تقلق والله. هو انا مش همشي تاني ولا ايه؟ مين قال كده؟ انا حاسس بكده. ما تكبرش الموضوع. خلاص قوليلي الحقيقه. ان شاء الله هتبقى كويس صدقني. انا قلقان ليه بس؟ اللي يقف جنب الناس عمر ربنا ما يسيبه ابدا. ذنوبي كتير يا منى. ربنا غفورا رحيم. انا هروح اشوف الدكتور. ايه اتفضلي. اتفضل. اتفضلي. ممكن يا دكتور تطمني على حالة مدحت؟ والله هو حالته هتحتاج لمدة علاج، وهتحتاج كمان لمدة تانية علشان العلاج الطبيعي، ودي هتبقى مدة مهمة قوي في العلاج. معلش أنا مش فاهمة حاجة، يعني هو كده مش هيمشي على رجليه تاني؟ لا مش للدرجة دي، أنا أقصد يعني إن العلاج الطبيعي هيبقى مهم جدا بالنسبة له، وهيحتاج لمدة طويلة جدا علشان يرجع لحالته الأولانية. بس مهم جدا إن حد يبقى جنبه علشان ياخد باله منه. بعد إذنكم. أنت دخلت إزاي؟ إيه اللي دخلت إزاي؟ كلمت مدير المستشفى استأذنته إنه يسمح لي بنص ساعة أدخل أطمن عليه. لو أي عايز أسألك على حاجة ممكن؟ تحت أمرك. هو مدحت عايش مع مين؟ يا
يعني ايه عايش مع مين؟ مش فاهم السؤال يعني. يعني عايش مع حد زي امه واخته وخالته وحد من قرايبه. لا مدحت بيه عايش لوحده. ليه في حاجه؟ عشان انت لسه سامع الدكتور حالا وهو بيقول ان لازم حد يهتم بيه. يا ستي هنجيب له ممرضه يعني هي حكايه. طبعا. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لازم امشي من هنا. تمشي تروح فين وانت متجبس كده؟ مش متعود انا على القعده دي إيه؟ وانا اللي حصل ده عادي جدا، انا لا اول ولا اخر واحد رجليه تتكسر. لا طبعا ما ينفعش. مدحت باشا ممكن تهدى وانا بنفسي هاجي بكره اخدك على الفيلا ان شاء الله. تاخده ده فين؟ لازم الدكتور ياكد ان هو كويس. اللي هو عايزه هنعمله له يا فندم. لا يعني ايه لا؟ لا يعني لا، لازم الدكتور يقول انك كويس. طيب انا هسيبك مع لا يعني لا وانزل انا راجع الحسابات. عن اذنك. ممكن بقى تقعد كده وتهدى؟ انا عارفه طبعا ان مش من حقي اخد قرارات زي دي، بس انا بعتبر نفسي صديقه. وبعدين انا شايف انك انت لازم تقعد في المستشفى والدكتور هو اللي يقول. لا بس انا اللي اقول كده مش انت. لا مش انت اللي تقول. انت مش واخده بالك انك بتتكلمي بطريقه مستفزه شويه؟ طب ليه كده؟ مش عارفه اللي انا هقوله ده هتفهمه ولا لا. من شهور فاتت توفى واحد قريب مني قوي. توفى وهو بيدافع عني. شاب زي الفل، قمر، من الناس الغلبانة اللي بتنزل تدور على لقمة عيشها. لقى نفسه في موقف صعب قوي، لا يجري ويهرب، لا يقف يدافع عني، لا يموت هو لا موت أنا. أختار إنه يموت هو. فهمت منهم يعني إيه معنى الصداقة، يعني إيه ممكن تضحي بنفسك عشان غيرك. كانت مسؤولياته كتير قوي، أمه، اخواته، حياته اللي كان بيحلم بيها، كل ده نسيه في لحظة أنا تعرضت فيها للخطر وهو تعرض فيها للاختيار. وبعدين؟ ما هو ده اتعلمت منه. ما هو اللي حصل ده ما كانش عادي. انت بقى وقفت جنبي وساعدتني، وانا مش هبقى أقل من حد ضحى بنفسه علشاني. ما هو احنا بنتعلم من بعض ولا ايه؟ منى مع احترامي لمشاعرك دي، ايه علاقة ده بموضوعي انا؟ هتفهم لما تخرج ان شاء الله بالسلامة، بس لحد ما تقف على رجليك وتخرج بالسلامة انا مش هسيبك. انا عايز اقول لك على حاجة، لو سبتني دلوقتي انا مش هرجع في كلامي، يعني الاتفاق اللي بينا ساري وكل حاجة انا قلت لك عليها انا هنفذها. انا مش بعمل كده عشان اي اتفاق، حتى لو انت لغيت الاتفاق اللي ما بينا انا برضه مش هسيبك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. احنا تشرفنا يا استاذ مجدي. الشرف ليا اكيد. يا عروسه انا كاميليا قالت لي ان انتوا تقريبا متفقين على كل حاجه، مش كده؟ يعني ما قدمناش دلوقتي غير ان احنا نقرا الفاتحه. يا ريت نقرا الفاتحه. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الحمد غير مقبول عليك بطل. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسه. مبروك يا عريس. يا حبيبتي مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. معانا معانا.
القهوة يا حبيبي. أنا كنت عايزة أتكلم معك يا سمير. أوي أوي، اتفضلي. أنا عارفة الفترة اللي فاتت كانت سيئة أوي، والعلاقة بينا بقت وحشة أوي. فعلاً. أنا بقول لك أهو بعتذر لك، أنا فكرت فيك بطريقة مش مظبوطة، معلش يا حبيبي حقك عليا. أنت إيه اللي خلاكي تقولي كده دلوقتي؟ عبد الله، وبصراحة كده أنا حسيت إن أنت بايعني، ولما قعدت مع عبد الله قعد يقول لي كده كلام مش مريحني، حسسني إنه عايز يخلص مني ومنك مع بعض، وده فوقني يا حبيبي. أنا عارفة إن أنا متهورة، وفي حاجات كتيرة الفترة الجاية هاخد بالي منها، بس بعد بنتي عني ومش عارفة مكانها ملخبطني خالص، وحسسني كمان إن اللي يهمني ما يهمكش يا حبيبي. بالعكس. طيب يا حبيبي، أنا هسيبك تقيم الوضع لوحدك، بس عايزة أقول لك على حاجة يا سمير، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنا لسه بحبك يا حبيبي. مين بيكلمك؟ دي كمان يا أختي. الشغل عامل إيه؟ زفت. ليه؟ عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أشتغل شغلانة زي دي. أولاً الشغلانة اللي مش عاجباكي دي في مليون واحدة تتمنى تشتغلها. تتمنى تشتغل شغالة؟ هي دي المشكلة. أنت عبيطة. إيه المشكلة؟ أولاً أنت بتشتغلي في أكبر فندق هنا، وعشان تشتغلي منك كده لنفسك قدامك شهور وسنين عشان يقابلوكي حد. ليه ان شاء الله؟ وانا بشتغل ايه بالظبط يعني؟ ممكن افهم؟ انت مش حاسه يا حبيبتي عشان انت تبعي، بس الشغلانه دي ليها اصولها، ولو انت بقيتي فيها ايوان هتنبسطي قوي. طب بقول لك ايه؟ ما تشغليني معاكي. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان انت مقفله، والشغلانه بتاعتنا دي عايزه المخ الصاحي والناس المدردحه. ليه؟ هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ انا زي القهوه، بعدل المزاج. لا انا عايزه افهم بقى. مش اللي ببالك. وبعدين انا لو حسيت ان انت لحظه تنفعي كنت شقطتك على طول. بقول لك ايه، انت مش جعانه؟ لا مش جعانه. طيب انا هسيبك بقى وهرجع لك نص الليل. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت منين؟ مش فاهم يعني اتولدتي فين؟ بلدك فين؟ اهلك يعني عارفين ان انت هنا ولا ما يعرفوش زي كده؟ لا عارفين، وعارفين اني بشتغل هنا، بس بشتغل ايه ما يعرفوش، وبيتهيألي مش عايزين يعرفوا ولا حتى عاوزين ارجع لهم دي. ليه؟ عشان انا من غير اب ولا ام، وعلى رأي المثل اللي من غير اب وام حاله يغم. يتيمة يعني؟ اه زيك بس اكتر شوية. من بعد ما ابويا وامي ماتوا اتبهدلت بهدلت السنين. انا اسفة. بيوحشوني قوي. يا شوقة بقى. بس انا متهيالي لو كانوا عايشين ما كانش ده هيبقى حالي. والله حالك زي الفل وزي القمر كمان. اضحكي بقى. خلاص مات. يلا بسرعة قبل ما حد يشوفنا. يلا ايه بقى؟ نطلعه فوق في اوضته. ايوه قبل اوضته دي لازم نتفق الاول. نتفق على ايه؟ درايا زينب، لازم نتفق على كل حاجة. ايه؟ شوف انا خدت كل الشيكات بتاعتك منه اللي تخصك قبل ما يموت. نمرة اتنين، أنا الشاهد الوحيد على إنك أنت اللي قتلتيه. إيه؟ لا إيه ولا مش إيه؟ مش عايز الحوارات والاشتغالات بتاعتك دي.
توافقي على اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد حسب الخطه اللي احنا متفقين عليها. انت بتقول ايه؟ شوفي بقى، انا عاوزك دلوقتي تمضيلي على عقد تنازل ما بيني وما بينك على نصيبك في الشركه. انت باين عليك مجنون. طبعا اللي هيزيد الجنان بقى لما اتصل بالبوليس علشان يجي هو اللي يشهد على العقد. لا يا حبيبي، انا مش هدخل السجن لوحدي. يا سلام، ده يوم الهنا ويوم المنى لما تشرفي معايا في السجن. على فكره انا متعود عليه هناك. يا سلام، ده انا مقضي هناك 20 حته. انا يوم ما خرجت من السجن طلع عليا بخساره، انا مش فارقه معايا. قلت ايه؟ يا كلب يا ابني الكلب، ده انا هوريك. ولا يهمني الكلام ده. ايه، هتمضي على التنازل ولا حابه تجربي دومه البرش؟ ما بخافش، ما بتهتش. خلاص، البوليس بقى هو اللي بيخوف اي حد اهو. انت عاوز ايه؟ تنازل كامل عن الشركه. اتفضلي. يلا ما تدوريش على حاجة يا هانم، أنا محضر ده نازل جاهز أهو زي الفل. اتفضلي حضرتك تبدأ عليه. حضرتك الجميلة امضي. انت اللي قتلتيه. سيبني سيبني، بقول لك تعالى. ليك اللي معاه. انت اللي قتلتيه. انا مالك؟ مش هسيبك. ارحم ابوك. قتلت ابوك. قتلت ابوك يا حمار. بكوسي انا، انا اللي ممكن اقتله. انا هقتله. هو اللي قتله. تعالي هنا. اوعى. مش انا. اوعى ايدك. مش هسيبها غير ما اوقتها. اوعى ايدك. تعالي هنا. انت هتودي نفسك في الداهية. بلغ البوليس. قتل انت ابوك. لا، اهين هو اللي قتله. منى، اخبار مدحت ايه؟ مش عارفه، انا سالت على الدكتور مجدي قالوا لي لسه ما جاش. ان شاء الله اول ما يجي هو يطمننا. الدكتور بتاعه قال ايه؟ قال لي مش هيخرج من المستشفى دلوقتي ولسه قدامه علاج طبيعي. عادي، مش مشكلة. هو ايه اللي عادي؟ لا مش عادي. انت مهتمة كده ليه؟ في ايه؟ انت ازاي مش مهتمية اصلا كده يا مروة؟ عشان عادي اي حد بيتعب او يكسر رجليه يخش المستشفى يخرج بيبقى زي الفل، ايه المشكلة يعني؟ يلا قومي روحي. انا فعلا كنت نازلة بس مش هروح، انا عندي شغل كتير قوي النهاردة. يا ماما انت ما نمتيش خالص من امبارح. انام ايه بس؟ بقول لك عندي شغل. بقول لك ايه يا مروة؟ انا اللي اسمه لؤي ده مش مريحني خالص، ومش عايزاه يبقى المسؤول عن الشركة طول ما مدحت تعبان. ايوه بس ده سكرتيره الخاص وهو بيثق فيه جدا. بس انا حاسه كده انه بيلعب بديله وانا احساسي ما يخيبش. هو فعلا مش مريح خالص. يعني انا عندي حق؟ ما انا قلت لك هو سكرتيره الخاص وبيثق فيه، ومدحت هو الوحيد اللي يقرر مين اللي يقعد ومين اللي يمشي ومين اللي ماشي الشغل، اوكي؟ اوكي، بس انا هتصرف. منى، هو انا ليه حاسه اللي انت بتعمليه ده مش طبيعي واوفر؟ على فكره اللي انا بعمله ده هو الطبيعي، انت بقى عدم اهتمامك ده مش طبيعي خالص. لا يا حبيبتي ما تقلبيش الموازين. عارفة؟ طول ما احنا شايفين ان احنا وقفنا جنب الناس ومساعدتنا ليهم حاجة غريبة عمرنا ما هنبقى كويسين ابدا. مدحت غني جدا وعنده فلوس كتير قوي، يقدر يجيب بفلوسه اللي يساعده ويخدمه. بس مفيش حد هيخاف عليه من قلبه بجد. لا والله، ايه من قلبه دي كمان؟ مروة، انا واقفة جنبه بشكل انساني، مش أي حاجة من الأفكار السودا اللي في دماغك دي. ماشي يا إنسان. نسيت أقول لك،
انت عارفه ان مدحت قبل ما يعمل حادثه طلبني للجواز؟ عارف. بعدين انت بتقولي لي كده ليه؟ بصي يا مروه، لو انت بتحبي مدحت بجد وهو كمان بيحبك وعايزه تتجوزيه، انا هبقى مبسوطه قوي. اصل مدحت ده بني ادم كويس قوي، مش وحش. هو انت ليه بتقولي كده مروه؟ هو انت عايزه تتجوزي مدحت؟ انا بس عايزه اعرف الاول انت ليه بتقولي كده، لان انا شايفاه بطريقه تانية خالص غير اللي انت شايفاه بيها. امال شايفاه ازاي؟ شايفاه راجل فاكر نفسه هو ملك الدنيا واللي فيها، مفيش حد قده. وبعدين اوعي تفتكر ان هو طلبني للجواز حبا فيا. هو عارف كويس جدا ان انا مش هعمل اي حاجه غلط، وانه مش هيعرف يوصل لي غير بشكل رسمي. يمكن بيعمل كده عشان اللي حواليه فهموه كده، فهموه ان الدنيا تحت رجليه. لا مش فاهمه، فهميني اكتر. مدحت بني ادم كويس واصله طيب، هو بس فاكر ان الدنيا كلها بتيجي بالفلوس. يمكن من اللي شافه اكد له كده. مالك يا منى بتتكلمي عنه كانك عايشه معاه سنين وخبزه وعجنيه، في ايه؟ مش محتاجه يا مروه ابقى عايشه معاه سنين عشان افهمه. ممكن فعله صغير قوي يبين اصل البني ادم اذا كان وحش او طيب. على اي حال ما تخسرهوش. الو. ايوه اجي. لا انا عند مدحت في المستشفى، عمل حادثه. طيب حاضر اخلص واجيلك. سلام. اوفر. انا هتاخر النهارده. الله، هو انت رايحه حفله كمان ولا ايه؟ اللي انت عامله في نفسك ده عامله ايه؟ وحش؟ لا هو مش وحش، هو انا بس مش متعوده منك ان انت بتلبسي حاجات زي دي. يعني اللي انت لابساه ده رايحه فرح ولا رايحه حفله اي حاجه غير الصبح؟ يعني معرفش، حسيت ان انا عايزه اغير. هو ده اللي يعني تغيير؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ مش عايزه اي حاجه، انا بس جايه اقول لك ان انا هتاخر النهارده عشان خارجه مع مايدي نشتري كام حاجه. طيب ماشي، اوكي ماشي. حاجه كمان. نعم. انا ومجدي قررنا نتجوز الاسبوع الجاي. قررتوا؟ اه قررنا. اولا احنا مش هنعمل فرح والبيت عنده جاهز، وانا مش هجيب اي حاجه اكتر من اللي عندي، فخلاص ايه المشكله؟ ببساطه كده. اه اقولك على حاجه، انا يعني ما كنتش عارفه ان هي مشكله شويه، كنت عملت كاتب الكتاب النهارده والدخله يعني بكره او بعده. انت متاكده من قرارك؟ ده مريض يا نجلاء. كلنا مرضى يا كمال، مرض الجسم ده مقدور عليه، انما مرض النفس والعقل ده مش مقدور عليه تماما. انا مش عايزاكي تقولي تاني كده يا كاميليا. اولا لان انا بزعل، وكمان عشان مجدي ده بالنسبه لي سليم 100%، مش اي حاجه ناقصه، ده اكتر من العادي كمان. خدي بالك من نفسك يا كاميليا، متخليش اي حد ياثر عليكي ويخليكي تعملي حاجه انت مش عايزاها وممكن ما تعمليهاش في حالتك الطبيعيه. كاميليا انا اختك، اختك اللي بتحبك، خايفه عليكي، عايزه اشوفك احسن واحده في الدنيا دي كلها. في اي وقت، في اي وقت تكلميني وقولي لي انا عايزه افضفض لك، هتلاقيني جيت لك على طول. اتفضلي اتفضلي يا استاذ، اتفضلي تعالي.
تهدي ايه؟ هو ماله عامل كده ليه؟ ايه ما تديش حاجه، انا عايزك تبقي خالص كل، عايزك تبقي خالص يا حبيبتي. سي اصل انت عرفتي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت ما اتصلتيش بماما امبارح؟ ماما لا، امبارح كنت بايته في فيلتي وصحيت جيت على هنا. في ايه اللي حصل؟ قريتي الجرايد؟ جرايد ايه؟ هو في ايه؟ ماما فيها حاجه؟ هكلمها. ما تتصليش بيها، مش هترد عليكي. ايه؟ اصله والدتك قتلت الاستاذ سمير، وهي دلوقتي في النيابه بيتحقق معاها. المفروض انا اكون معاها دلوقتي، بس انا في الحقيقه قلقت وخفت عليكي لما لقيت مروان متعصب قوي، قلت لازم اكون موجود. الله يرحمكم جميعا. مروة سمر، هو انت اتخضيتي ولا ايه؟ خضيتيني، اقعدي في ايه؟ عايزه اتكلم معاكي شويه. اقعدي اتكلمي. الطلبيه بتاعت ال في ايه؟ سمر ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ايه في ايه؟ الطلبيه بتاعت الجنريك هنعمل فيها ايه؟ طب سيبيني انا هسال فيها استاذ مدحت وهبقى اقول لك. ماشي. سموره تحبي تشربي حاجه؟ لا لا ولا حاجه ميرسي. اوكي مروه انا بره مع استاذ لؤي، خلص شغله وسطي حاجه كلميني. ها ايه في ايه؟ مروه حسني وحشه قوي. طب ما انت وحشه واحنا عارفين. خلاص والله مش ههزر، قولي مالك. انا جيت لك عشان انت الوحيده اللي اقدر اتكلم معاها، عايزه اوصل لحل اللي انا فيه ده. علاء برضو؟ عمل لك ايه؟ مش هو. امال مين؟ ابنه سعيد. ماله؟ عايز يتجوزني. هو انت عبيطه بتضحكي على ايه؟ عشان في نفس الخيبه اللي انت فيها دي بالظبط، وفي نفس الحيره وهتطلع عيني مش عارفه اعمل ايه. مدحت قبل الحادثه قال ان هو بيحبني وعايز يتجوزني، ودلوقتي هو جه بيقول ان هو بيحبني وعايز يتجوزني. بس اقول لك على حاجه بقى جامده. ايه؟ الفرصه بتيجي للانسان مره واحده بس في الحياه، ولازم يستغلها. انما الحب بيجي 100 مره وبيتكرر كمان. لا طبعا الحب عمره ما يتكرر. لا طبعا بيتكرر. مين عبيط اللي قال لك كده؟ هقول لك على حاجه. مثلا انت اتجوزتي واحد دلوقتي بتحبيه ومات بعد الجواز، هتعملي ايه؟ خلاص هتترهبيني؟ حياتك وقفت على كده؟ اكيد لا طبعا. ممكن تعرفي واحد واثنين وثلاثه واربعه وتتجوزيهم وتحبيهم اكتر من الاولاني كمان. ابسط مثال عندك كاميليا. طب اقول لك على حاجه تانية. ايه؟ كاميليا هتتجوز عزت وهتحبه باوردر من عقلها لقلبها، واحمد اللي هيساعدها ان هي تتجوزه عشان من مصلحته ان عزت تتجوز كاميليا. انا مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه. عايزه اقول لك ان مصلحتك لازم هي اللي تسوقك، وانت مصلحتك مع علاء صاحب دار النشر، عنده فلوس كتير وممكن يحقق لك كل طموحك وهينقلك من الحاله اللي انت فيها دي لحاله احسن مليون مره. بس انت عارفه ان انا ما افكرش كده. لازم تفكري كده. ايه يا بنتي بتفكري في ايه؟ بابا انا حاسه انه وحشني قوي، عايزه اشوفه وترمي في حضنه واقعد افضفض له. انا تعبانه قوي. اه حبيبي سمر اقعدي بقى. مش عارفه، بس الحاجه اللي انا عارفاها اني مش هروح الشغل ده تاني. انا هقطع علاقتي بعلاء وابن سعيد. انا ما عنديش استعداد اني احط نفسي في المطحنه دي. ولو الحب بيجي 100 مره زي ما انت قلتي، انا هفضل استنى الحب الصح اللي هيطلعني خالص من الحيره اللي انا فيها دي. لا افهم بقى، عشان انا هنا مش فاهمه حاجه خالص. بتلعب لعبة احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. واللي هي كماشة، يا هي يا اختها. تفتكر؟ افتكر ايه؟ ما اختها لابدة في المستشفى والتانية عدلنا هنا في الشركة. يا بنت اللعيبة يا مروة. بس لا، وحياة غلاوتك ما هسيبهم يهيصوا في الفتة دي لوحدهم. هتعمل ايه؟ مدحت متربي على ايدي. عارفة يعني ايه متربي على ايدي؟ عارف هو بيفكر في ايه، بيحب ايه، بيكره ايه. زرايره كلها انا اللي بدوس عليها. ما تقلقيش.